هناك أيها المصابون، أيها المحزونون، يا مرضى، يا مهموم، يا من ودعت الغالين، يا من مدامعك تجري والناس ينامون، هناك منازل في الجنة لن تبلغها إلا بالصبر على القضاء حلوه ومره. أن ترضى على الله، الله عزاء لك عن كل شيء تفقده. فلماذا الحزن والوعد عند الله والخلف عند الله؟ ثم التفت إلى الدنيا، من الذي دامت سروره؟ أحدهم وعظ هارون الرشيد وكان في شرفة قصره، وما أجمل القصور، وجلس على شرفته وتحته النهر، فأوصاه قال أوصني، قال يا هارون هذه قصورهم، وكانت المقابر قريبة، وتلك قبورهم، فما أغنت قصورهم عن قبورهم، رحلوا، وهل نحن إلا أموات أبناء أموات؟ هنيئا لمن يصبغ في الجنة صبغة فينسى بؤس الدنيا لأنه احتسب آلامها.